رح نكمل مع بعض اكزرسيس عن الاتيود دون رياكسيون شيميك. حنبلش مع الكنترول 3 سينيتيك دي لوكسيداسيون دي لاسيد اوكزاليك. اكيد ما في ضروره نذكر انه لازم الكنترولات اللي قبل يكونوا محلولين. مفروض نفوت على البلاي ليست ونشتغل من الكنترول اه نحن وماشيين تنقدر نمشي مع الفيديو. بهيدي الكنترول عم بيقولوا لي لاسيد اوكزاليك H2SO4 رياجي افيك ليزيون ديكرومات CR2O7-2- de couleur orange dans un milieu acide selon l'équation. CR2O7-2- plus 3H2SO4 plus 8H3O plus donne 2CR3 plus 6CO2 plus 15H2O. On se propose d'étudier à température constante, en fonction du temps, l'évolution de la réaction entre une solution de dichromate de potassium et une solution d'acide oxalique en présence d'un excès d'acide sulfurique. عطينا الماس مولار وعطينا الفوليوم مولار. Dans le laboratoire, on dispose de matériel et de produits suivants. عطينا matériel وعطينا produit. 1. Étude préliminaire. À partir de la solution S0, بذكر الأسامي كتير مهمة. طالما la solution S0 بدي دور عليها وين ال S0 هيدي هي. Dichromate de potassium, C0 هي 1 مول لتر موز. Il faut préparer S1 0,02. Choisir le matériel nécessaire à cette préparation. شفنا بإكزرسيس الديلوسيون كتير إكزرسيس هيك سي زيرو وسي فينال ما معنى إياها. كالعادي منبلش دايما بنفس الطريقة. ديران لا ديلوسيون لي نومبر دي مول دي سوليتي أبورتي إي كونسيرفي. N0 إيكال N فينال يعني سي زيرو في زيرو إيكال سي فينال في فينال. في زيرو إيكال 0,02 في فينال أو في فينال إيكال 50 في زيرو. شو عملنا هون؟ بدلنا سي زيرو ب 1 والسي فينال ب 0,02. الفي فينال يعني الفيول لازم يكون قد البيبات على 50 مرة. عم نشوف بيبات 2 الفيول لازم يكون 2 ضرب 50 100 يعني بيبات 2 وفيول 100. او فينا نستعمل بيبات 5 وفيول 250. اتفقنا انه صرنا بنعرف نحل هيك اجزاء بشكل هين. اون شوازي لا بيبات جوجي 5 مليلتر في 0 ايجال 5 مليلتر. V final égale 50 fois 5 égale 250 ml. On choisit la fiole jaugée 250 ml ou akid badna bécher 50 ml maujoud bécher dans le matériel. Hanintel la partie 2. Mais la partie 2, chambulol. On mélange 100 ml d'une solution S1 acidifiée. Badintel acidifiée, mais qu'on H plus en excès, ou H3 en plus. Nihna, بهالفترة رح نتعامل مع ال H+ وكأنه H3O+. بدرس الأسيد باز نرجع نشرح بالتفصيل ليش. دي ديكرومات دي بوتاسيوم دي كونسنتراسيون C1 إيجال 0,02 مول لتر موانز 1 و 100 مليلتر داسيد أوكزاليك كونتنان 5,04 غرام داسيد أوكزاليك إدراتي H2SO4 2H2O. كالعادة الدنيا ملخصة K2CR2O7 عطينا ال V1 100 ملل C1 0,02 H2SO4 عطينا ال V2 وعطينا الماس. وانا دايما بجيب ال N انيسيال على جنب لحتى يكون الشغل اسهل بالنسبة لي. والإكواسيون اكيد عطينا اياها. Montrer que la concentration de la solution S2 et C2 égale 0,4. بدي برهن انه الكونسنتراسيون هي 0,4. شو عطينا؟ عطينا انه ذوبنا 5,04 ب 100 ملل يعني معي الماس ومع الفوليوم. وفينا نجيب الماس مولير لهيدا. تعلمناها بالفيديو الماضي انه 2H2O بدها تنزاد على ال H2SO4. ولما بقول 2H2O يعني 4H اي 2. ماس مولير لل H2SO4 2H2O 2 ماس مولير لل H بلس 2 ماس مولير لل C بلس 4 ماس مولير لل O بلس 4 ماس مولير لل H بلس 2 ماس مولير لل O. يطلع الجواب 126 غرام مول موز. Tangible concentration C2 égale N2 sur V2 égale M2 sur grand M fois V2. هلا اكيد لازم ننتبه انه 5,04 مدوبينهم ب 100 مش ب 200 يعني الفوليوم هو 100. الماس معناها 5,04 الماس مولير جبناها 126 والفوليوم لا سوليسيون 100 فوا 10-3 بيطلع الجواب مثل ما قايلين لي 0,4 مول لتر موز. 2. Préciser si le dichromate et l'acide oxalique dans le mélange initial sont en proportion ou en rapport stoichiométrique. Tafana, le réactif limitant,
بدي يجيبون على فان رياكسيون، بيعطونا واحد بدون الباقيين، بدنا نعمل ريلاسيون. اربع اهداف، كل الاسئله عم تكون علي. هل هيدا ميلانج ستوكيومتريك ولا منو ميلانج ستوكيومتريك؟ بيكون الميلانج هو ستوكيومتريك لما بيكون الرابور للسي ار 2 او سي ار 2 موا قد الرابور للاش 2 سو 2 او 4، وقتها هن اثنين رياكتيف بيخلصوا بنفس الوقت. بدي اجيب ال ان انيسيال اش 2 سو 2 او 4 بي تي ام سي غران ام، معنى الماس 5.04، والفوليوم 100 فوا 10 موان 3 40 فوا 10 بسونس موان 3 مول. ان انيسيال للسي ار 2 او سي ار 2 موان سي 1 فوا 21 بتطلع 0.02 فوا 100 فوا 10 موان 3 يعني فوا 0.1 2 فوا 10 بسونس موان 3 مول. تنعرف مين الرياكتيف ليميتان بدون نجيب الرابور لكل واحد. دابري لي كوفيسيون ستوكيومتريك، رابور لل H2SO4 ايجال N لل H2SO4 انيسيال، بركز لازم ينحط كل N شو هي، بعد عندي عدد قليل من التلاميذ ما بيحطوا ال N شو هي، فهالشي بخليهم يضيعوا خلال الحل. N لل H2SO4 انيسيال 40 فوا 10 موان 3 سور 3 13.33 فوا 10 بسونس موان 3، بذكر الرابور ما له انيتي. رابور لسي ار 2 او سي ار 2 موان ايجال ان لسي ار 2 او سي ار 2 موان انيسيال على 1 يلي هي 2 فوا 10 بسونس موان 3 على 1 يعني 2 فوا 10 بسونس موان 3. عم نشوف انه الرابور لل اش 2 سو 2 او 4 ديفيرون من الرابور لسي ار 2 او سي ار 2 موان. طالما الرابورين منن قد بعض، هل هيدا بيكون ميلانج ستوكيومتريك؟ اكيد لا. لي ديكرومات اي لاسيد اوكزاليك دون لي ميلانج انيسيال ne sont pas en proportion ou en rapport stoichiométrique. صارت الأسئلة عم تتكرر بالنسبة لألي وصار لازم أقدر حلهم بشكل أريح. هون بدي ركز، ما منقول أصغر وليميتون، لا بدي جاوب على السؤال مثل ما هو. هل هني ميلونج ستوكيوميتريك ولا لا؟ لا، لأنه رابور ديفيرن. هيدا المظبوط. هلا مين الليميتون اللي عنده رابور أصغر يلي هو سير دو أو سير دو موا عنده رابور دو، بينما الأش دو سو دو أو كات 13.33؟ ومثل كل فيديو عم أكد تقروا البارتي بتحلوها بتوصلوا لجواب بعدين بتطلعوا على الحل. ما بينفع ابدا كون عم تفرج على الفيديو بدون ما اشتغل بايدي. بارتي 3 طبعا دوني ملخصه دائما والايكواسيون. كالكول لا كونسنتراسيون دي سي ار 3 بلس ا لا فان دي لا رياكسيون. قد ايه بيكون سي ار 3 بلس باخر رياكسيون؟ كلمه فان دي رياكسيون بتعني بالنسبه لي رياكتيف ليميتون. مشان هيك بالاول حددت مين الرياكتيف ليميتون. رابور لل سي ار 2 او سي ار 2 موان اصغر من رابور لل اش 2 سو 2 او 4، معناتها سي ار 2 او سي ار 2 موان هو رياكتيف ليميتون. رياكتيف ليميتون ما بحط رياجي، بحط انيسيال. نعمل رابور ان انيسيال لل سي ار 2 او سي ار 2 موان. ما في ضروره اكتب هدول لانه ما حدا سالني عنهم، سالوني بس عن السي ار 3 بلس اكيد ما ضيع وقت على الفاضي. بدنا نعملها مع السي ار 3 بلس فورمي. على فان دو لا رياكسيون ان لل سي ار 2 او سي ار 2 موان انيسيال على 1 إيجال N لـ CR3 بلس فورمي على 2. N لـ CR3 بلس فورمي هي 2 فوا N إنيسيال لـ CR2 أو CR2 موان 2 فوا 10 بسونس موان 3، تطلع 4 فوا 10 بسونس موان 3 مول. جبت الـ N تتصير كونسنتراسيون كمان مرة، ما بقى في 100 و100، هيدا النمبر دي مول بأي فوليوم تألف، تألف بالفوليوم توتال يلي هو 200. الكونسنتراسيون لـ CR3 بلس N على V لـ سوليسيون. الان 4 فوا 10 موان 3 والفوليوم للسوليسيون 200 مليلتر يعني 0.2 لتر، بيطلع الجواب 0.02. جبت الرياكتيف ليميتون، جبت على فان رياكسيون، اكيد حيطلبوا ريلاسيون وبيعطوني حدا من الكونستيتيون بيطلبوا الباقيين. هذا رح نشوفه بالبارتي 4. بارتي 4 مونتري كي لا كونسنتراسيون دي زيون دي كرومات سي ار 2 او سي ار 2 موان اي سيل دي زيون سي ار 3 بلس ان انستان تي sont liés par la relation acquis d'accent hein? CR2 au CR2 moins autant T égale 0.01 moins CR3 plus sur 2. Quelle est la relation de relation? Alors, on va dire mon rapport N initial égale N formé là. N initial égale N formé basse à la fin de la réaction. Réactif limitant بيخلص بآخر réaction والرياجي قد الانيسيال يعني بيروح كله أي مد بيروح كله بنهاية الرياكسيون. معناتها هيدي الريلاسيون عطيك لكم ما في مشكل ابدا. صار رابع مره بتمرق هاي الريلاسيون، بعمل الرياجي مع الفورمي، برجع بعمل الريستان انيسيال موان رياجي وبدلها بقيمته. هيدا رح شوفه ان لسي ار 2 او سي ار 2 موان رياجي على 1
égale n la CR3 plus formé à la 2. Heidi l'équation. Heidi réagit à la 1, CR3 plus formé à la 2. Ma hattouchi, nous savons que le crochet représente la concentration réelle dans la solution. Maintenant, Heidi restant. N la CR2 ou CR2 moins restant. N initial moins N réagit. N initial, nous savons que le crochet 2 fois essence moins 3. N réagit avec delta, avec N la CR3 plus formé sur 2. خلصت الريلاسيون بس خلصت على ال n بدنا اياها كونسنتراسيون تصير كونسنتراسيون لازم نقسم على في لا سوليسيون مثل العاده في لا سوليسيون ايغال كونستانت ديفيزون بار في مين بده ينقسم على في يعني هيدي لازم تنقسم على في بتصير كونسنتراسيون هي كمان على في بدهم اياها رقم بحط الفي بقيمته هون يلي هو جمعهم اتفقنا 100 زائد 100 200 وهي بقسمها على V نحن بنعرف N على V هون بتصير كونسنتراسيون وهي بتصير كونسنتراسيون بصير عندي كونسنتراسيون لسعر 2 أو سعر 2 موان هي 2 فوا 10 بسنس موان 3 على الفوليم يلي اتفقنا 200 فوا 10 بسنس موان 3 موان سعر 3 بلس على 2 خلصت هيدي الريلاسيون يعني سعر 2 أو سعر 2 موان بتساوي 0,01 moins concentration la CR3 plus à la 2 et relation les talabou. Hanente la partie 5. Montrer qu'à chaque instant, concentration la CR3 plus égale 6,94 fois 10 puissance moins 5 volume la CO2 bien unité bil millilitre. Talla à l'équation bien min ou min talabou relation. CR3 plus ou CO2. CR3 plus produit. والCO2 برودوي بتصور هيدي أهين وحدة لأنه ما في عنا بالبرودوي لا رياجي ولا ريستان ولا إنيسيال حأترك لينك الدرس يلي هو الفيديو ويت إذا بحبين نرجع نأكد أي شيء معنى يتصار كتير هين نعمل رابور يلي ما في غيره N لCR3 plus formé sur 2 إقال N لCO2 formé sur 6 بس بنتبه أنه بدون الفوليوم لCO2 محل ال N لCO2 بحط V لCO2 على VN بأكد الفوليوم مولار شو القيمة لألا؟ لتر مول موانزا طالما الفوليوم مولار لتر مول موانزا يعني ال V لازم يكون باللتر وال N بالمول هون بدكم تنتبهوا كتير منيح للقيمة هي أكتر شي مزعج بعتقد إنه بس بدي أقسم على ال V للسوليسيون بتخلص تقريبا الريلاسيون خليني بالأول زبطهم وحطهم بقيمتهم هدول N la CR3 plus formé, اختزلنا بالدو أكيد هيدي الدو وهون 6 بتصير 3 اوكي راح 6 صمتها على 2 صارت 3 V la CO2 بالليتر على 3 فوا 24 يعني V la CO2 بالليتر على 72 تتصير concentration V la solution égal constant divisant par V N على V بتصير concentration يعني concentration la CR3 plus بتساوي volume la CO2 بالليتر على 72 ضرب الفوليوم la solution بدي أكد هون الكونسنتراسيون مول لتر موانزا معناتها هيدي قسمتها على الفي بالليتر ما فيني هيدي قسمها بالمليليتر لازم 2 لتر يعني A إيغال B يعني A على 0.2 إيغال B على 0.2 منو B على 200 يعني هون الفوليوم لازم ينحط 0.2 بعدنا بهي المرحلة هلا منشيل الفوليوم بالليتر ومنحط محله فوليوم بالمليليتر فوا 10 بسنس موان 3 هيدا اللي صار الفي بالليتر بدلناها ب في بالمليليتر فوا 10 بسنس موان 3 ليش؟ لأنه كل لتر هو 1000 مليليتر اكتبون هيك تما تضيعوا في بالليتر في بالمليليتر الفي بالليتر هي ال V بالمليليتر على 1000 يعني فوا 10 بسنس موان 3 خلصت الريلاسيون هلا ايغال 6.94 فوا 10 بسنس موان 5 V ل CO2 بالمليليتر هيدا الفوليوم اذا انا حطيته 200 مش 0.2 يعني انا لما وصلت هون صمت 72 ضرب 200 بوصل دغري لهون بس هيدا يعتبر غلط بالبرنسيب ما بتنقبل هيدي الايجابي ابدا بشغلي بدكم تنتبهوا منها بدكم تنتبهوا انكم تحطوا الكونسنتراسيون للغاز كروشيه للغاز كونسنتراسيون للغاز ضمن سوليسيون اكوز ممنوع
ان ايجال في سور في ام هي بتحدد الانتي للفي، ما بيحق لي مره في بالليتر مره مليليتر. وكتار بيناتكم اللي بعتوا لي الديفوار حطينا هون 200 ومعتبرين انه وصلت لجواب، اكيد غلط هيدا الشيء، لازم تنحط بالليتر وبعدين الفوليوم للغاز بالليتر بدله بقيمته يلي هو فوليوم بالمليليتر فديستانس موانترو. هلا يمكن انتم تضيعوا كيف وصلت لهي الريلاسيون. ماشي، هي بتعادل هيدول ديستانس موانترو على 72 ضرب 0.2، يعني على الكالكولاتير ديستانس موانترو على كروشي 72 ضرب 0.2. كمان مره اللي حلها غلط يرجع يحلها دغري، ما يقول فهمتها تنكون اكيدين انه صرنا بنعرف نعمل هيك ريلاسيون. بنتقل لاخر بارتي. انستون دوني ان لا سي ار 3 بلس ايغال 1.6 فوا 163، كالكولي لا كونسنتراسيون دو H2SO4 اي لو فوليوم دو ديوكسيد دو كربون ديجاج. طلبوا الكونسنتراسيون دو H2SO4 والفي لا سي او 2، معودين بيعطوني واحد بدهم الباقيين، بنعمل الرابور اللي بنعرفه. ان لل H2SO4 رياجي على 3 ايغال ان لا سي او 2 فورمي على 6 لان طلبوا سي او 2 ايغال ان لا سي ار 3 بلس فورمي سور 2. ان لا سي ار 3 بلس بنبدلها بقيمتها يلي هي 1.6 فديس بسانس موان 3، 1.6 على 2 0.8. منكمل شغلنا، انتو لازم تكونوا حلينا وعم تطلعوا اذا حلين صح او غلط. ان للأشتوسو 2 او 4 رياجي يعني 3 فو 1.6 على 2 2.4 فديس موان 3. كمان مرة لما بيقولوا لي كونسنتراسيون بيقصدوا الكونسنتراسيون ريستانت، يعني بدي جيب الان ريستانت. ان للH2SO2 او 4 ريستانت هي ان انيسيال موا ان رياجي. ان انيسيال معي اياها ماني مضيعة ابدا، 40 في 10.3 موا ان رياجي 2.4 في 10.3 بيطلع 37.6 في 10.3 موا. تتصير كونسنتراسيون بقسم على الفوليوم توتال يلي هو جمعهم 100 زائد 100. كونسنتراسيون H2SO2 او 4 ان على الفي لا سوليسيون، هيدي الان 37.6 فوا 10 بسونس موان 3 على 200 فوا 10 بسونس موان 3. الجواب هو 0.188 مول لتر موانس. هيك قدرنا نجيب كونسنتراسيون للاش 2 سو 2 او 4. هلا الان لا سي او 2 فورمي هي 6 ضرب 0.8 فوا 10 بسونس موان 3 4.8 فوا 10 بسونس موان 3. بدون الفوليوم ان ايغال في سور في ام، باكد الفي ام لتر مول موانس، يعني الفي هون بالليتر. في لا سي او 2 بالليتر 4.8 في 10.3 ضرب 24 بيطلع 115.2 في 10.3 لتر، يعني 115.2 مليلتر. نتأمل انكم وصلنا لأجوبة صح، مفروض الأخطاء تكون قلت كتير بهيدا الدرس.